طيب اروح لي دكتور محمود، وانت اخصائي علاج طبيعي، يعني هل الضغوط ممكن تؤثر او تعجل من اصابة اي لاعب حتى لو في السن الصغير ده يا دكتور؟ في الاعمار السنيه دي دلوقتي يعني في فتره البراعم كلها ممكن لا لا طبعا، لان هم بياخدوا حمل عليه كبير او يعني بالظبط ملهاش احمال لان لسه اعمارهم السنيه صغيره. ممكن مثلا نتكلم 2010 لان بيبتدوا يخشوا يلعبوا 11 في ملعب كبير، ملعب بيكبر عليهم، الدنيا بتبقى اصعب شويه. كان بيلعب نص ملعب بيلعب 18 فالملعب كبر عليه يعني فالحمل بيزيد عليه ده حسب الملعب، في خماسي بالظبط حسب الملعب سباعي في ملعب كامل وحسب العمر السني طبعا. ما هو احنا كل ما بنكبر الملعب كل ما العمر السني بيزيد. الشغل مع الصغارين دول صعب ولا الشغل مع الكبار لا بالنسبه لك؟ طبعا الكبار اصعب، الصغيرين دول نادرا لما بيحصل مثلا حاجه قويه او حاجه جامده اصابه ليهم، انما الكبار طبعا بتبقى اصعب لان الحجم العضلات عنده بتبقى اكبر، ممكن الاصابه تبقى اكبر في حاجات تانية كتير. انما الصغيرين دول كبيره تبقى كدمه، التواء، تمزق، الكلام ده كله. تمام. طيب انا بس معلومه كده، ولي امر صحح لي معلومه، انا قلت محمد وحيد الباك الشمال، محمد وحيد ده راجل الفيرود اللي احرز 3 اهداف في 2011، عمر علي هو الباك الشمال اللي هو جاب الباك الشمال يا كابتن اللي هو الراجل عمر ده. علي ده عمر علي ده بلاكش الباك شمال. عمر علي الباك الشمال. ده تمام الشمال طبعا انت كلهم عارفهم عارفهم طبعا.